ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابا سماه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام اللوم عن من؟ عن الأئمة الأعلام، أئمة الإسلام. شيخ الإسلام رحمة الله عليه، رحمة الله عليه كتفاتشو درساتوش عاد درسات علو سمو من بلوطرو رفع الملام وكسهر أنسى عن أئمة الأعلام. لماذا؟ نجا عالم تلق تومت تلق عالم كون السواج ليالان كسران أنسى بلو سيبو كتابو تلمش كتابة. هل ندعي لهم العصمة؟ لا، إيه مالت نجا سواج أيساسات من دنبي تبقنا عشو مالتنا إيه مالتاتنا دلنا، لكن نعتذر لهم نجرجل للناس مكنيات فلق الناتشوار. لماذا؟ لأن أعداء الإسلام أرادوا إسقاط هؤلاء، إسقاط أعلام الإسلام، خاصة الأئمة الجهابذ البخاري ومسلم وشيخ الإسلام. نعم، نجرجل يا إسلام تلاتوش يمي فلقوت بدي طياجاتشو يا إسلام مريوتشين درجاتشون انديون كنا تكتئ اندياتو اندى شيخ الإسلام يالا كشيخ الإسلام، كشيخ الإسلام كالبخاري والبخاري كمسلم والمسلم وابن عثيمين وكذوك. نعم أيوة. فهؤلاء ليسوا بمعصومين. نعم، نذي سواء تشونك وطرناتشو عيساساتهم يالا دلهم عندما نماني يحصون دم إساساتو إساساتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا الله ملاكتني أبلغ في من اجتهد وأخطأ أن له أجر وخطأ مغفور، هذا معنى الكلام، معنى الحديث. نعم، حق النقر يفلق يجتهد درجة درسه هذا أبو هالا عندنا بالساسات عند أجر داد. فلا يحكم على العلماء إلا عالم، باند عالم لي موسننا ملين يميشلو عالم جليل أسود. ولا أقولنا لكم نحن طلاب علم الآن إنا لالناتهم بطعم علم فلاجين علم سوشن، نحذر ونحذر إن التنكك علان الناس تنكك علان. أما الحكم على الأشخاص لا، هذا لكبار العلماء بسوات لي مبين النار يهون أحكام مبين لتلالك عالم وشنو.